السؤال الأول عن هالمنظر هاد، فاللي بعمله فورا إني بربع الطرفين. فبصير معي مربع الأول ناقص 2 ضرب الأول بالتاني زائد مربع الثاني، يعني 1 على x مربع يساوي 9 ضرب جزء 2، يعني مربع 9 ضرب 2 18. بتروح هي مع هي وبنقول ناقص 2 للطرف الثاني، فبيطلع معي x مربع زائد 1 على x مربع يساوي 18 زائد 2 يعني 20. السؤال الثاني عندنا x زائد 1 على x يساوي 3 و x ناقص 1 على x يساوي قديش. في عندنا قانون، نحن x ناقص 1 على x على القوس مربع هو x زائد 1 على x على القوس مربع ناقص 2 او 4 عفوا ب x ب 1 على x. x زائد 1 على x معيها 3 مربع 9، بتروح هي مع هي ناقص 4 يعني ناقص 4 بتضل مثل ما هي. فبالتالي بستنتج انه x ناقص 1 على x يساوي 9 ناقص 4 يعني 5، جذر بيكون جذر الخمسة. طبعا طالما هو قايل لي انه 1 على x اصغر من x فبيضل الجواب انه هاد اصغر من هاد، لذلك الجواب لازم يكون موجب، فبيضل الجواب جذر 5. سؤال رقم 3 عن x مربع ناقص 3x زائد 1 يساوي 0. بقسم المعادلة كلها على x، اذا حنقسم المعادلة كلها على x. فشو صار معي هون؟ بتروح الاكس مع الاكس بيصفى عندي اكس، هون الاكس بتروح مع الاكس وبنقوم ناقص 3 للطرف الثاني لانه هون صفر فبيضل 3 زائد 1 على اكس. هلا بربع المعادلة كلها، فبصير معي مربع الاول زائد ضعفي الاول بالثاني زائد مربع الثاني يساوي 3 مربع يعني 9. تروح هي مع هي وبنقول زائد 2 للطرف الثاني، فبستنتج انه x مربع زائد 1 على x مربع يساوي 9 ناقص 2 جواب 7. سؤال رقم 4 نحن عندنا قانون الاذكياء بيقول x مكعب زائد 1 على x مكعب هو الاول زائد الثاني على القوس مكعب ناقص 3 بالاول بالثاني بالاول زائد الثاني. قانون x زائد 1 على x معناها 4 مكعب، هي بتروح هي مع هي 3 ضرب كمان x زائد 1 على x 4 يعني 64 ناقص 12، فالجواب بيكون 52. سؤال رقم 5 عندنا هالشكل هاد x مربع زائد 4x ناقص 3 يساوي 0. بده يعني اوجد x مربع زائد 12 على x، اذا x مربع زائد 12 على x يساوي قديش بالنسبه للسؤال رقم 5؟ طيب شو حاعمل انا؟ حنقول حجرب انه اقول هدول الاثنين للطرف هاد، فبصير معي x مربع يساوي 3 ناقص 4x. حعوض هذا الحكي هون ولا بعتقد ما بيمشي الحال، هيك ما حيمشي الحال. لا طيب في فكرة تانية، لأنه حتى لو عوضت هدول هون حيطلع معي ما بستفيد شيء ولا ما حستفيد شيء، لذلك في فكرة تانية أفضل، هو أنا في حال نقلت ناقص 3 للطرف تاني بيطلع معي x مربع زائد 4x يساوي 3. حضرب المعادلة كلها بـ4 فبصير معي 4x مربع زائد 16x يساوي 12. هلا بدل هال 12 هاي ححط هدول، فبصير معي x مربع زائد 12 بدالها ححط 4x مربع زائد 16x على x. هلا بوزع بصير معي x مربع زائد 4 x زائد 16، بس بالاخير نحن 4x مربع x مربع زائد 4x معيها قديش 3، فبحط بدالها 3 لهي زائد 16 بيكون الجواب 19. سؤال رقم 6 حطرح واحد من الطرفين، فبصير معي a ناقص 1 زائد 1 على a ناقص 1 يساوي 7.
اذا انطرحت واحد من الطرفين. ليش؟ لانه هو بده ايضا يسمع ناقص مربع. هلا هذا بعتبره الحد الاول وهذا بعتبره الحد الثاني وبربع الطرفين. فبصير معي مربع الحد الاول زائد 2 بالحد الاول بالحد الثاني زائد مربع الثاني يساوي 7 مربع، يعني 49. بيروح حاد مع حاد وبنقول للطرف الثاني، فبيطلع معي جواب 49 ناقص 2 يعني 47. سؤال رقم 7، حنقول هدول لهذا الطرف، فبيطلع معي x مربع يساوي ناقص x زائد 1، او فيني اقول انه هو 1 ناقص x. افضل x مكعب هو x ب x مربع، والاكس مربع استنتجناه انه هو 1 ناقص x. رد بوزع بصير معي x ناقص x مربع، مثل ما قلنا الاكس مربع هو 1 ناقص x، فبصير معي x ناقص 1 زائد x، فالجواب بيكون 2x ناقص 1. سؤال رقم 8، حنقول هدول الاثنين لهذا الطرف، فبصير معي x مربع يساوي 2x زائد 1. هو بده x أس 4، x أس 4 هي x أس 2 أس 2، والx أس 2 أنا معي 2x زائد 1 من فوق مربع، فمربع الأول 4x مربع زائد ضعفي الأول بالتالي زائد مربع الثاني. بس أنا معي x مربع مرة ثانية هي 2x زائد 1 زائد 4x زائد 1، بصير معي 8x زائد 4 زائد 4x زائد 1، فالجواب بيكون 12x زائد 5. سؤال رقم 9، عندنا هالشكل هذا، x مربع زائد x ناقص 1 يساوي 0. في حال هدول نقلتهم للطرف الثاني، فبيطلع معي x مربع يساوي 1 ناقص x. حلو، هذا الحكي حلو. بدل هالواحد ناقص x هحط x مربع على 2x مربع، زائد بدل هالx مربع هحط 1 ناقص x. من المقام هنطلع الاثنين عامل مشترك، بس عندي x ناقص 1، بتروح هي مع هي بس عندي 1 على 2، بتروح هي مع هي بس عندي ناقص 1 على 2 لانه عكس بعض هدول، فالجواب بيكون 0. سؤال رقم 10، هون لازم نحن نعمل تحليل اتمام لمربع كامل، x مربع ناقص 4x، باخذ هلا 4 بقسمها 2 بيطلع معي 2، مربع بيطلع معي 4 فبضيف 4 وبطرح 4، زائد y مربع زائد 6y، باخذ هال 6 بقسمها 2 بيطلع معي 3، مربع بيطلع معي 9 فبضيف 9 وبطرح 9، يساوي زائد 13 عفوا يساوي 0. هلا هي مع بعض بيعطيني x ناقص 2 على القوس مربع، وهدول مع بعض بيعطوني y زائد 3 على القوس مربع، ناقص 4 وناقص 9 وزائد 13 بيروحوا مع بعض بيعطيني 0. عندي شغلة مربع زائد شغلة مربع يساوي 0، فالشغلة الأولى تساوي 0 يعني x يساوي 2 وهي y تساوي ناقص 3، هو بده جداؤه فالجواب بيكون ناقص 6. سؤال رقم 11، عندي a مربع ناقص 2a، باخذ 2 بقسم على 2 بربع فبضيف 1 وبطرح 1، عندي b مربع و 6b زائد 6b فبضيف 9 وبطرح 9. ليش؟ لانه ال 6 اذا قسمت على 2 بيطلع معي 3 بربع بيطلع معي 9 فبضيف 9 وبطرح 9، زائد c مربع يساوي زائد 10 يساوي 0. هلا هدول مع بعض بيعطوني a ناقص 1 على القوس مربع، وهدول مع بعض بيعطوني b زائد 3 على القوس مربع، وهي c مربع والناقص 1 والناقص 9 بيروحوا مع الزائد 10. صار عندي 3 مربعات يساوي 0، فإما الأول يساوي 0 أو الثاني يساوي 0 يعني b ناقص 3 أو الثالث يساوي 0، بجمعهم مع بعض هو بده مجموعه فالجواب ناقص 2. سؤال رقم 12، بده يعني أوجد أقل قيمة ممكنة لA. هلأ الـ X حأفرضها تساوي ناقص 2، قيمة بين الصفر والواحد، بين طبعا ناقص 1 والصفر، فوبجرب بيطلع معي قيمة
ال a تساوي x مربع يعني 1 على 4 ناقص 1 على 2 زائد 7. هون مقام 1 بضرب هون ب4 بضرب هون ب1 ب2 عفوا بضرب هون ب1، فبصير معي 1 ناقص 2 زائد 28 على المقام المشترك اللي هو 4، فبيطلع معي الجواب 27 على 4. إذا الإكس أخذتها ناقص 2، جرب خد زائد 2 بيطلع معك رقم أكبر، جرب خد أي كسر تاني زائد بناخد ناقص 2 هو أفضل شيء. سؤال رقم 13 عندنا هالشكل هاد، حافرض 2x ناقص 2 يساوي t، بالتالي صار عندي t مكعب ناقص 3t مربع زائد 3t ناقص 27، أو هقول ناقص 1 ناقص 27، 28 ساويتها ناقص 1 ناقص 27 يساوي 0. بنقول هاي للطرف الثاني، وصارت هاي عبارة عن مطابقة تكعيبية، هي t ناقص 1 على القوس مكعب، 27 صارت بالطرف الثاني يعني 3 أس 3، معناتها بستنتج إنه t ناقص 1 يساوي 3، بس معناتها t يساوي 4، بس نحن عنا ياها t هي شو؟ 2x ناقص 2 يساوي 4، معناتها 2x يساوي 6، بالتالي x يساوي 6 تقسيم 2 يعني 3. سؤال رقم 14 عندنا هالشكل ها، x مربع x أس 4 زائد x مربع زائد 25 على x ناقص 3 x زائد 5. هلأ هون نحن فينا نلجأ لشغلة اسمها قسمة، إذا ما بدنا نحل بطريقة المطابقات التربيعية هيك تمارين، أفضل شيء نلجأ لقسمة، وهذا الشيء حناخده بكثير الحدود. لما يكون عندي x أس 4 زائد x مربع زائد 25 على x مربع ناقص 3x زائد 5، هذا الأفضل. هلا x مربع تقسيم x أس 4 تقسيم x مربع يعني x مربع، x مربع ب x مربع يعني x أس 4، x مربع بناقص 3x يعني ناقص 3x مكعب، x مربع ب 5 يعني 5x مربع. بغير الإشارات بتروح هاي مع هاي، وهون بصير معي 3x مكعب ناقص 4x مربع زائد 25. هلا رد بقسم 3x مكعب تقسيم x مربع يعني 3x، 3x بx مربع 3x مكعب، 3 بناقص 3 يعني ناقص 9x مربع زائد 15x. هلا هون بقى انت بتطلع على الأجوبة مشان ما تكمل، يعني في عندك جوابين صح هن ال A وال C، فإجباري بدنا شو نغير الإشارات ونكمل مثل ما الله خلقنا. تروحي مع هاي بيطلع معي هون 5x مربع، وهون 15x، وهون 25. هلا بقسم 5x مربع تقسيم x مربع بيطلع معي زائد 5، فجواب C فورا. بس بكل الأحوال خلونا نتأكد، 5 ب x مربع يعني 5x مربع، 5 بناقص 3x يعني ناقص 15x، و5 ب 5 يعني 25. بغير الإشارات وبيطلع الباقي 0، لذلك الجواب بيكون x مربع زائد 3x زائد 5. إذا إجاك هيك سؤال بالامتحان ما تفكر بالمطابقات وشو بدي أضرب وشو بدي قيم وشو بدي حط، خلص هذا الخيار الأفضل بإذن الله تعالى إنك تقسم البسط على المقام. سؤال رقم 15، هون نحنا حنفرض إنه x مربع زائد 3x يساوي t، بالتالي هون بصير معي t مربع ناقص t ناقص 12 يساوي، حطلع ناقص 4 عامل مشترك بيصفى عندي x مربع زائد 3x. إذن عفوا هون حنطلع أي ناقص 4 عامل مشترك، فهيطلع معي x مربع زائد 3x يعني t ناقص 12. بنقول كله للطرف الثاني، أو فيني أقول 12 بتروح مع 12، فصفي عندي t مربع زائد 3t يساوي 0، طلعت t عامل مشترك بتي زائد 3 يساوي 0، فإما تي يساوي 0 يعني x مربع زائد 3x يساوي 0، طلع الاكس عامل مشترك،
معناتها إما x يساوي صفر أو x يساوي ناقص 3، أو t زائد 3 يساوي الصفر، معناتها x مربع زائد 3x زائد 3 يساوي الصفر. طبعا هاي المعادلة مستحيلة الحل، لذلك الحلين عندي هن صفر وناقص 3. سؤال رقم 16 بفضل الله آخر سؤال بالبحث. عندنا 2 أس x ب 2 أس 2 x ب 2 أس 4 x، شو الحل؟ هأضرب وأقسم ب 2 أس 2 x زائد 1، 2 أس x زائد 1، يعني بصير معي 2، حتى لو بصير معي 2 أس بلا هيك الأفضل. إذا هأضرب وأقسم ب 2 أس x زائد 1، وهون عندي 2 أس 2 x زائد 1، وهون عندي 2 أس 4 x زائد 1. ما ننسى إنه الطرف الثاني 2 أس 8 x ناقص 1 على 9. وهون إذا ضربت طبعا ما أنسى إنه في عندي 2 أس x ناقص 1، إذا ضربت وقسمت ب 2 أس x زائد 1. هلا لاحظ البسط صار 2 أس 2 x ناقص 1 ب 2 أس 2 x زائد 1 بيعطينا 2 أس 4 x ناقص 1. 2 أس 4 x ناقص 1 ب 2 أس 4 x زائد 1 يعني 2 أس 8 x، 8 x زائد 1 على 2 أس x زائد 1 يساوي 2 أس 8 x، طبعا هي ناقص ناقص 1 على 9. بيروح هاد مع هاد، أو بالمقارنة بستنتج إنه 2 x زائد 1 يساوي 9، معناتها 2 أس x يساوي 8، معناتها ال x يساوي 3.